تمام؟ معلش احنا قلنا في حاله اسمها الجلوكوزات وفي حاجه اسمها هايت سكر، فانا عايزين نوعين من السكر، ايه هما؟ يا سكر هيسبب مرض، مرض السكر اللي هو مشكله في الانسولين او في الريسبتورز، يا اما سكر كذب اللي هو مش سكر مريض. ماشي؟ مش سكر مريض، ايه هو بقى؟ عندنا في حاجه اسمها الجلوكوزات، الجلوكوزات لما نسبه السكر بتاعنا في الجسم المفروض احنا قلنا شرحنا قبل كده ان الكليه شبه العتبه بتاعت السدر. ماشي؟ محدش يقطع الكليه شبه العتبه بتاعت السن. انا عشان اطلع الدور الاول اجي عامل كده، طب عشان اطلع ثاني حاجه واقف كده عشان انا كده بطلع السن. طب انا وصلت للقمه فوق ايه اللي هيحصل؟ المفروض انزل بقى. هي نفس الفكره، السكر طلع 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 لحد ما فات حاجه اسمها العتبه فوق كلوي، حاجه اسمها العتبه فوق القمه، فبدا ينزل في البول. دي نتيجه مشكله في النفرونز الابزوربنس بتاع ايه؟ السكر والحاجات دي. فايه اللي حصل؟ فنزل السكر فين؟ بوب. طب احنا اما شرحنا ميكانيكيه العمليه بتاعت السكر اللي هو انسولين جلوكوز هرمونز، طب اذا حصل مشكله في الغده الرحميه هينزل السكر في البوب، يبقى احنا عندنا جلوكوزويا خاصه بالايه؟ بالغده الرحميه. طب اما اتحسب في الثيرويد اللي هي الغده الدرقيه هينزل في البول، طب اما اتحسب في البنكرياس هينزل في البول. مش حصل حصل حصل، يبقى الجلوكوزويا عندنا اتقسمت ل 11 نوع، انتوا درستوا منها ايه؟ نوع واحد. يعني الجلوكوزوريا، الجلوكوزوريا هرمونية والجلوكوزوريا معرفش ايه والجلوكوزوريا عظمية والجلوكوزوريا كل حاجة بقى ليها جلوكوزوريا. هتقولوا يا نهار اسود، طب انا هشخص ازاي بقى ليه؟ يعني مريض عنده سكر في البول ومش مريض سكر، شخص انا بقى ازاي ليه جلوكوزوريا كذا ولا كذا؟ مش بتاعتك، مش تشخيصك، بس عاوز تعرفها هتعمل تحاليل الهرمونز للمريض، هتلاقي الغدة النخامية فيها مشكلة في واحد اثنين ثلاثة ونزل كذا، يبقى ده جلوكوزوريا خاصة. تعمل الثيرويد هتعمل ديفكت في السيرويد تي 4 والتي اس اتش اللي يبقى ده جلوكوزوريا. اتفضل. كل الهرمونات؟ هتظبط المريض، فعشان كده انت ما بتشخصش. انت بتعمل اللي مطلوب منك، بس لازم تبقى عارف اللي فيه جلوكوزوريا. والجلوكوزوريا عباره عن ايه؟ نزول السكر في البول نتيجه لاسباب كتير، منها الهرمونز ومنها الكلى. عشان كده الدكاتره يجي يقول لك انا ما بشخصش مريض السكر ان مريض سكر من تحليل البول. ليه؟ لان ده بينزل اي حاجه. فلو انت واخد جلوكوز هتلاقي نزل سكر في البول، لو انت واخد عصير هتلاقي نزل سكر في البول، لو انت مريض سكر سكر في البول، لو انت جلوكوزوريا سكر في البول. فقعدت هبل 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 هبل. عشان كده بنبدا بمحتاجين للدم، تمام؟ عرفتوا الجلوكوزوريا فهمتوها يعني ايه؟ طيب ايه تاني؟ ربينا ربينا الجلوكوز. هو ده اللي انا بشرحه ربينا. ماشي بس كنت عايز اعرف يعني ايه؟ بس انا بتكلم في طريقه ان هو ايه؟ بيبعد في العيب الكلوي. طب انا مش فاهم الحته من كويس. انت عندك النفرون، النفرون دي عباره عن ايه؟ المصفى. النفرون دي عباره عن ايه؟ المصفى. لو انت المصفى عارف انت لما تيجي تعمل صلصه؟ ما تعرفش تعمل صلصه، بتجيب الطماطم تغسلها وتحط شويه ميه في الخلاط، تحط الطماطم وتتك على زرار تتقلب لصلصه. تمام كده؟ بتعمل ايه بقى؟ صح. بتيجي جايب المصفى وجايب الطماطم مصفيها. ايه اللي بيحصل؟ الشوايب عندك بتتم. انت بتنقي المصفى بناء على ايه؟ على اللي انت عاوزه، المصفى خرمها كبير، المصفى خرمها ضيق، المصفى ما اعرفش ايه، حلوه حصه الطبيخ؟ ماشي. طيب زمان ما كانش فيه خلاط، كان فيه ايه؟ كان فيه مصفى المونيا والستات بتيجي قاعده على الطماطم قاعده تعصر بدي، نزلت انت الحاجه وطلعت النفرون، ايه الفكره كده في النفرون؟ النفرون ده المصفى بتاع الجسم، لو حصل مشكله في المصفى دي ايه اللي بيحصل؟ بيبدا ينزل السكر. هتيجي تقول لي طب انا اعرف ازاي؟ هقول لك هنعمل تحليل اسمه جي اف ار. اسمه ايه؟ جي اف ار. ده بيتعمل في الرينال فيلر اللي هو في العمود الفشل الكلوي، لان ده بيعتمد اعتماد كلي على ان النفرون شغال او مش شغال. تمام كده؟ جي اف ار بيقيس كفاءه النفرون اللي موجود. تمام؟ والجي اف ار مش تحليل، الجي اف ار معدل. عباره عن السكس وعن الوزن وعن الويت يعني. والكرياتينين ومش عارف ايه كمان حاجه وبنعمل المعادله بتاعتها. تمام؟ ليه حاسسكم مش فاهمين حاجه؟ في مشكله لحد هنا؟ وصلت لك؟ ها؟ قول السؤال اللي انت كنت بتستنيه ده. انا كنت بسال سؤال؟ ايه تاثير الانسولين؟ ايه تاثير الانسولين؟ مصير الانسولين؟ ايوه يعني. الانسولين بيتحد مع مع السكر. هو الانسولين وظيفته ايه؟ هو موجود عشان تاكل البنكرياس، تاكل البنكرياس، تاكل البنكرياس.
طيب غير ما اريد ما سالتونيش بقى السؤال اللي انا كنت عاوزه. مش تسالوني طب هو انا ليه بقيس سكر وما بقيس انسولين؟ ما سألتونيش ليه؟ طب ما انا بدل ما اقيس السكر ما انا اشوف افراز الانسولين وبناء على كده ابدا اظبط الانسولين وبلاش السكر، ايه لازمه السكر وايه لازمه الانسولين؟ ما ينفعش. ايه ما ينفعش؟ واحد بيبني جميع الاساس، اي حاجه الاساس هو الاساس. اساسك الانسولين. طب افرض الخلل في البنكرياس نفسه. ايوه يعني ايه بقى؟ يعني ممكن يكون البنكرياس ما بيفرزش اصلا. طب ما احنا هو ده هنعرف لما نقيس انسولين هتزودها ازاي؟ في اسباب اصلا هي اللي بتنور البنكرياس يعني مثلا كذا الانسولين وظيفه من وظائف البنكرياس. معنى ان البنكرياس بايظ يبقى الانسولين. ما احنا لما نقيس التحليل هيطلع نسبته قليله يبقى احنا عرفنا المشكله فين. انت واخد المروحه كلها. وصلت لحد فين؟ احنا بنقيس الانسولين، الانسولين بنقيسه لما ندخل في الهايبوجلايسيميا، السكر بنقيسه لما نطلع في الهايبر او في النورمال. يبقى الانسولين طب هيجي يقول لي طب انتوا عارفين الاستراكشر بتاع الانسولين اللي هو تركيب الانسولين عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه اسمها عديد البيبتايد او البيبتيدات اسمها سي بيبتايد. روابط لما تدرسوا الكيمياء بتبتدي اسمها روابط كربونية. الأحماض الألكاية والحاجات دي. الأحماض الأمينية ممسوكة إيه؟ روابط كيميائية. روابط كربونية. الروابط دي نوعها من البيبتيدات. عارفين الألكان والألكين والحاجات دي؟ الفيديو ده باظ مش هقول لك إيه اللي هيحصل فيه. تمام؟ أيوه في الأورجانيك عندما يكون الجحيم إيه؟ أورجانيك. تمام كده؟ فعارفين الموضوع دوت؟ فبيجي ايه اللي بيحصل مننا؟ الروابط دي موجوده في نركز بقى في الحته دي قوي. الروابط دي ماسكه الاستراكشر بتاع الانسولين. فالانسولين فعلي كل ما يتفرز ما بيقعدش فتره في الجسم ويتكسر، يعني ممكن ما نلحقش اقيسه. يتفرز ما يقعدش فتره ويتكسر، يتفرز ما يقعدش فتره ويتكسر. فقال لك انا هكتشف تحليل ثاني ادق من الانسولين، نركز قوي، اكتشف تحليل ثاني ادق من الانسولين اسمه ايه؟ سي بيبتايد. اسمه ايه؟ هنعمل تحليل اسمه سي بيبتايد. السي بيبتايد دوت عباره عن ايه؟ عباره عن زيه زي الانسولين الصغير وان بطل. بيقيس لي نسبه الانسولين اللي طالعه بس ادق وبيقعد فتره اطول. تمام؟ بنعملها في حالات ايه؟ الهايبو جلايسيميا اللي هي حالات السكر القليل. يبقى عرفنا السي بيبتايد وعرفنا الانسولين وعرفنا الجلوكوز وعرفنا الشروط. سحبنا العينه. نقطة مهمة بقى ما قلناهاش. ايه هي؟ هو احنا بنسحبها سيروم ولا بنسحبها على انتي كواكيولاتس؟ الاثنين. الاثنين صح ولا الاثنين صح؟ على انتي كواكيولاتس لو انا مش موجود في المعمل، انا باجي المستشفى وبعد ما اروح المعمل وبياخد وقت فجاي مريض سكر الساعة 8 الصبح، عبال ما اروح هتبقى الساعة 2 وكلنا عارفين السكر بيتفقد بنسبة 8% كل ساعة. يعني كل 1 اور 8%. تخيلوا بقى يعني 3 4 ساعات هتلاقي مثلا 24 25 طعم. طيب قال لك حط على الصوديوم فلورايد. الصوديوم فلورايد ده مش مانع تجلط، ده حاجه زي مانع التجلط. عشان احوله لمانع تجلط بديله فوق بيتعامل مساعد. تمام؟ لكن هو بيستخدم بس السكر عشان يمنع التحلل وان الخلايا تستهلك السكر. ماشي؟ فضلنا عليه. طيب عندنا سيروم. قال لك السيلز اللي هي الار بي سيز والبلازما والوايت بلاد سيلز بتستهلك الجلوكوز. مش عارف ليه جاي تشوف كوسيكتا يعني خالص. بتستخدم الجلوكوز. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ بنستخدم ايه؟ الجلوكوز. فقال لك طب انا لو وصلته هيستهلكه في السيرم، طب انت عاوز تشتغل سيرم. طب هنعمل ايه في الحاله دي؟ هنبدا ناخد العينه ونفصلها في البندورف او في انبوبه، يبقى احنا استخدمنا السيرم بس موجود والار بي سيز والحاجات دي عملناها. فقللنا كميه الاستهلاك. اتفضل. ما انت هتفصل السيلين صح؟ الخلايا هتستهلك الجلوكوز وانت مثلا لسه السيلين ما اتفصلش. انت بعد ما تفصله ما فيش خلايا اصلا. يعني بتفصل السيلين جوه ثانيه وبتسيب هو دي مش معنى الارتسيلز وتكتب على اسم ماشي. يبقى احنا عرفنا هنعالجه ازاي؟ طب هو ينفع نشتغل سكر من على ايه ده؟ ينفع. ينفع تشتغل؟
ينفع نستخدم السكر من على سيرات صوديوم؟ ينفع. طب ينفع نشتغل كبد من على ايه ده؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لان الانتي كواجيلانت بتاعها زي ما قلنا قبل كده الهيباريه. تمام؟ طيب في ايه تاني ده؟ مفيش اسئله؟ لو انا لما اقيس السكر لما الانسولين لما البنكرياس مثلا ما بينفذش طب انا اعرف منين اذا كان الخلايا في الجسم اصلا بتستهلك الانسولين بنسبه عاليه ولا هو ما بيفرزش؟ مش فاهم السؤال. يعني لما يبقى السكر عالي وانا دلوقتي قست ولقيت الانسولين واطي معانا السكر عالي ما عرفتش ان الانسولين واطي ولا عالي. احنا حطينا قاعده السكر عالي في الجسم معناها واحده واحده اللي هو ما بيصفش في مشكله؟ طيب قال لك في السكر اللي هو عشان المريض يبدا ياخد انسولين بتعدي النسبه بتاعته عن 250 مثلا يبقى اقل من 250 هو بياخد قبول يبقى المشكله في الريسبتور ده شغل بطنه بس انا فاهمهولك. هو انت انا فهمت كلامك ان انت قصدك هو المريض بياخد انسولين ولا حبوب ازاي؟ مش انت تقصدي ده؟ يعني المشكله في الانسولين ولا في الريسبتور؟ مش ده قصدي؟ تمام. الدكتور اول ما بيروح المريض عنده السكر الصايم 150 والفطر 260 هيديله على طول انسولين؟ حرام، لقيت اللي بياخد انسولين ده ما بينفعش يرجع لفوق. ما ينفعش. يفضل طول حياته ماشي بالانسولين. ماشي؟ تمام؟ تقعد تبص لبعض كده. ماشي ربنا يشفيها. تمام؟ فاحنا قلنا ايه بقى؟ عرفنا ان المشكله دي ازاي؟ انا هبدا بحبوب. لو السكر بدا يبدا يقل يبقى احنا هنمشي المريض اللي هو مريض حبوب بالنسبه ويبقى مريض ايه؟ من النوع تاني. طيب لو اسرع الحبوب ما جابتش معاه ودايما هتطلع في مريض الانسولين نسبه السكر دايما عاليه اقل بكتير من اللي بياخد حبوب. هتطلع 400 و500 و600 ممكن تلاقي 700 و800 تمام؟ لو حافظ تبقى الدنيا كلها زي الفل ولا كانها حاجه. الانسولين اللي بياخده من بره هو الانسولين اللي بيتحط في الكبد. ده لو حافظ. ما حافظش بقى يبقى كل سنه وانت طيب. عاوزة تتأكدي هو ده ولا ده اعملي تحليل انسولين. ماشي؟ لو لقيتي نسبة الانسولين قليلة يبقى المشكلة في البنكرياس يبقى هو مريض من النوع الأول. لو لقيتي نسبة الانسولين طبيعية هيبقى مريض من النوع الثاني عشان هيبقى المشكلة في الريسبتورز أو تعملي السي بيبتايد زي ما اتفضل. بس هو هيبقى مثلا السي بيبتايد عاوز ايه بقول لك على النوع ده الثاني. في حاجه انت قلت عليها اللي هو بنقسمه البيشنت تبع السكس بتاعه تبع الاتش اللي هو يعني واحده ولا راجل و40 سنه يبقى نوع كذا. طب احنا هنتفق مثلا اللي النوع الاول بيجي للمرضى اللي لسه مولودين. طب لو جه للناس الكبيره مش هتمشي؟ مثلا يعني مش هتمشي هنقول له لا انت ما مدرسين اللي هي نوع تاني يبقى انت نوع تاني. يا عم يهديك ربنا هو نوع كده. هي احصائيات. انا هشخص النوع الثاني. نسيت منك. اوه. هشخص النوع الثاني عن طريق تحليل الانسولين بس. سكر. مش سكر؟ لا مش سكر. ما دخلتش نفسك في انسولين غير لما قلت له زبون. انت مش وظيفتك اللي انت تشخص. مش وظيفتك اللي انت تشخص. انت التشخيص بتاع عضو النفس. لكن انت مش وظيفتك تشخص عضو النفس. طب هيظهر الجيب عايز ازاي؟ هيبالك تحليل السكر اذا كان عالي ولا انا لسه قايل اللي انت عندك نورمال من كذا لكذا نقدر نقول ده مريض ريسبتورز اللي هو ياخد حبوب ومن كذا لكذا نبدا نقول انسولين بس ده مش بتاعك انت مش دارس بطن عشان تتكلم ده ما تخدش نفسك في حاجه ما تخصكش. ايه ده انتوا ما عندكوش كده ليه؟ في مشكله؟ كمل في مشكله؟ كده اسئله خلاص عرفنا سحبنا العينه المفروض بعد ما اسحب العينه اعمل ايه بقى؟ في اخواننا البعض ده بيقول لك كواليتي كنترول. ماشي انا ماليش دعوه بالكواليتي كنترول عشان تعملي كواليتي كنترول في قلب المكان بشغل الكيمياء او شغل السي او هتدخلوا نفسكم الايه؟ انتوا المفروض هتيجوا تشتغلوا هتقعدوا تعملوا حاجه توافق الجهاز اللي شغالين عليه ايه هو؟ فكرته ايه؟ وهتوافق التحليل اللي هتعملوه ايه؟ وهتوافق الفاكتور بتاعكم المفروض يطلع ايه؟ تمام؟ طيب انتوا بتشتغلوا على جهاز كيمياء كلنا دارسين الكيمياء اللي هو جهاز اسمه ايه؟
بيكول مش دارسين السبيكول؟ على سبيكتروفوتوميتر؟ نعم؟ مش انتوا دارسين ده؟ طيب انتوا المفروض عشان انتوا تبقوا ناس فاهمه المفروض تفهموا الجهاز الميكانيزم بتاعه شغال ازاي؟ المفروض تفهموا الجهاز الميكانيزم ايه؟ شغال ازاي؟ تمام كده؟ انت خدت الهواء كله ولا بالغلط؟ انك لله المفروض تعرفوا الميكانيزم ازاي تعالى بره شويه. الميكانيزم ده عباره عن ايه بقى؟ الجهاز بتاعنا كلنا عارفين تركيبه هان ايه هو؟ لما وبرضه يا ابني انت جاي لك اخر حاجه وتقول لي اشوفها السوشيال بوليتيكال كونفنشن يعني. نعم لما مراية مقعره ولا محدده؟ ده كده بيدخل الدور كده وبيجي يعمل كده وبيجي بيتحل كده مش ده الرسمه اللي انتوا خدتوها؟ امال ايه دي بقى؟ حدب بس اللي بتعكس الضوء ايه؟ بس اللي بتعكس الضوء ايه المنشور؟ ما تدخلش في تركيب الجهاز لازم تعرف ان انت عندك لمبه وعندك منشور المنشور وظيفته تحليل الضوء حلو الكلام؟ انت بتشتري جهازك في معملك بناء على عدد المنشورات فقط يعني في جهاز ب 1000 جنيه وفي جهاز ب 100,000، ايه الفرق بين ده وبين ده؟ المنشور، عدد المنشورات اللي بتحدد اللي بتحلل الضوء. نقولها بالفلاح، أنا عندي منشور، إيه اللي هيحصل؟ هيحول الضوء الأبيض لأصفر أو أزرق أو الألوان اللي بتحصل. طب حطيت الضوء المتحلل لمنشور قدامه كمان، إيه اللي هيحصل؟ هيجي يحلل حلل 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 حلل. طب وأنت حاطط الضوء اللي اتحلل لمنشور، فأنا إديت لنفسي مساحة كبيرة جدا من كمية الألوان. وبالتالي بقى عندي كميه كبيره جدا من الكومبلمنت بتاعها فبالتالي بقى عندي ويف لينس على الجهاز 501 502 503 ما بقتش مقيد يقول لك من ويف لينس 505 او 5 ل 546 يا 505 يا 546 طب ليه؟ لان انت الجهاز عندك ما بيجيبش لا 506 507 طب انا اجيب 507 دي ازاي؟ عدد المنشورات اللي جوه يبقى المنشورات ايه لازمتها؟ بتحلل طيب انت عملت السكر والسكر بياخد لون بينك السكر بياخد لون بينك طب اللون البينك اللي عندي دوت هل انا بقيس اللون البينك؟ عارف القانون بيقول ايه؟ absorbance السم العلى absorbance السم العلى absorbance ستاندر في الكونسنتريشن بتاع ايه؟ بيرمين absorbance السم العلى absorbance ستاندر في الكونسنتريشن بتاع ايه؟ ستاند ابزوربنس كلمه بالانجليزي يعني ايه؟ امتصاص تمام؟ يبقى انا بقيس درجه امتصاص الكم للون للون يبقى انا بقيس ايه؟ درجه امتصاص مكمل يعني البنك لو عادي يبقى انا مش هقيس البنك ده انا هقيس الكومبلمنت بتاعه اللي هو الجرين الاخضر لو الفايلوت يبقى انا هقيس اليلو يبقى انا بقيس درجة امتصاص الكومبلمنت للون يبقى الجهاز فكرته ايه؟ درجة امتصاص مكمل للون للون يعني لما يجي السكر البنك عالي يبقى تركيز اللون عالي يبقى هو عشان اللون عالي يبقى ايه؟ السكر عالي الكلام ده صح ولا غلط؟ غلط ما احنا قلنا احنا بنقيس درجة امتصاص مكمل للون يبقى مش عشان السكر عالي تركيزه عالي ده عشان درجة امتصاصه هي اللي عالية تمام؟ هتقول لي يا عم انا باللون هو اللون تقيل قدامي خلاص براحتك انا شرحت لك الجهاز يقول لك عشان اللون تقيل انت مش خدت فكره الجهاز اعمل اللي انت عاوزه تمام كده يبقى انا بقيت درجه الاختصاص مكمل للون للون عمك بقى بيو قال لك ايه؟ قال لك ابزوربنس سامبل على ابزوربنس ستاندر في الكونسنتريشن بتاع ابزوربنس سامبل على ابزوربنس ستاندر في الكونسنتريشن بتاع تاني ابزوربنس سامبل على ابزوربنس ستاندر في الكونسنتريشن بتاع الستاندر في حد عنده مشكله في القانون؟ القانون هنا قال لك ابزوربنس تمام؟ القانون قال لك ايه؟ القانون قال ايه؟ امتصاص تمام؟ انت عندك ابزوربنس سامبل على الستاندر في الكونسنتريشن بتاع الستاندر طب انت كله تحليل هتقعد تعمل المعادله الغم دي؟ يعني انت جاي لك 30 40 تحليل بص او ابزوربنس سامبل على ابزوربنس ستاندر في الكونسنتريشن انا بقى كل تحليل هاجي اعمله كده؟ دي بس اسمها قله ادب يعني حاجه صعبه بصراحه فهعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها فاكتور
هعمل حاجه اسمها فاكتور. الفاكتور ده هعمله ازاي؟ هاخد الكونسنتريشن بتاع الستاندرد اللي هتلاقي لما تيجي تشتغله جوه هتلاقيه مكتوب الاخ مال. انت بتجيب حلم من سنه 80 تعالى انا علاء في الاول علاء. هنجيب ايه؟ الكونسنتريشن اللي هو التركيز بتاع الستاندرد موجود على العلبه. هتلاقوا مثلا اليوريك اسيد مكتوب عليه كونسنتريشن 6، الكوليسترول 0.30 درجه مش عارف اسمه ايه، السكر اسمه الكونسنتريشن 100. فهاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل عينه ستاندرد. يعني ايه ستاندرد؟ يعني فيها انبوبه فيها محلول وفيها من الستاندرد اللي انا عارف تركيزه. يبقى قبل ما ندخل عليه في حاجه عندنا اسمها كالبريشن وحاجه اسمها ستاندرد. الكالبريشن ماده معلومه التركيز، ماده اكتبوا ده عشان مهمه. الكالبريشن ماده معلومه التركيز ولكن لا تدخل في التفاعل الكيميائي. يبقى الكالبريشن عباره عن ماده معلومه التركيز لا تدخل في التفاعل الكيميائي. طب الستاندرد ماده معلومه التركيز ولكن تدخل في التفاعل الكيميائي. عشان كده انا قلت لكم القانون بيقول ايه؟ ابسوربنس على ابسوربنس بين قوسين ستاندرد. يبقى هنا معانا الستاندرد دخل في الايه؟ في التفاعل. لو شلت الستاندرد ينفع اعمل المعادله؟ يبقى الكالبريشن ماده معلومه التفاعل تدخل في التفاعل الكيميائي صح؟ ماده معلومه التفاعل تدخل في التفاعل الكيميائي صح؟ معلومه التركيز لا تدخل في التفاعل. الكالبريشن ماده معلومه التركيز تدخل في التفاعل الكيميائي. يبقى مين اللي بيدخل في التفاعل الكيميائي؟ ستاندرد. جميل. يبقى انتوا كده عرفتوا ايه الفرق بين الكالبريشن وايه الفرق بين الستاندرد؟ وبناء عليك بشيك على شغلي بقى وشغلي صح ولا غلط. بمعنى ان انا هعمل عينه سكر وهعمل ستاندرد، المفروض انا لما اقيس عينه الستاندرد على الجهاز تديني الكونسنتريشن اللي مكتوب على العلبه اللي هو كام؟ 100. طب لو ادت 70؟ طب لو ادت 150؟ تمام؟ عرفتوا اهميه الاستاندرد ايه؟ طيب ده الاستاندرد. ايه البلانك؟ الاول ندخل على المقص قبل ما ندخل على الموضوع ده. ايه بقى حكايه المقص والفاكتور دي؟ الفاكتور دي انت لو عندك 100 عينه سكر وما عندكش جهاز بيعمل المعادله دي جواها هتعمل ايه؟ تخيل ال 100 عينه هتقعد تحسب لها اكيد هيبقى في نسبه غلط. فانا هناخد الكونسنتريشن بتاع الستاندرد على الابزوربنس بتاع الستاندرد وهنيجي عاملين حاجه اسمها فاكتور. الفاكتور ده مثلا طلع 330 طلع كام؟ 330. حد معاه الحسبه؟ تحسبي 0 علامه وان شاء الله في حلقات كتير بقى هتنزل.